كسكسو داري يقدم لكم شي ومع شوميشة. كسكسو داري ما يخطى داري. ما كان محضر كيجي رائع، سواء في طاجين او لا على شكل شلاضه، كان مشوي او لا كان مقلي غراتا. اليوم غادي نشوفوا فكره جميله ولذيذه، اكيد هي عباره عن دنجال غادي نعمروه بالكفته، كيجي طيب طاجين كيجي رائع. تابعوا معايا الوصفه. غادي ندير البصله، تاخذ الوقت شي شويه باش تنزل، نديرها في طنجره مع شويه ديال زيت الزيتون. الكميه اللي غادي نحتاج للمرق، نعملو معاه شويه ديال الملحه بحال ديما، ونغطي عليها نخليها تنزل وتهبط داك الماء الطبيعي ديالها وتبدا تاخذ واحد اللون اللي شي شويه احمر. من بعد غادي نزيد عليها دوائر ديال مطيشه والاعشاب العطريه اللي غادي تنسمها. نتكلموا الان على الدنجال. الدنجال من الاحسن ناخذ حبات ديال الدنجال اللي يكون عندهم نفس الحجم، ومن الاحسن نلقاو الدنجال داك اللي كيكون الحجم ديالو صغير باش كيجي المنظر ديالو جميل وكيجي هكذا راقي. انا خديت حبات ديال الدنجال من هذا الحجم، هذا تقريبا فيهم واحد 10 حتى 12 سنتيمتر. كنجيبوا الدنجال يكون لامع، البشره ديالو ولا القشره ديالو تكون لامعه، وكذلك هذا الراس خاصو يكون خضر. ملي كيكون راس ديال الدنجال خضر هذا دليل على انه الدنجال طري يلا كيف مجني، يعني ما هو شايم دوز الوقت كثيره في المحل. فغادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التقشير ديالو. بالنسبه للدنجال شفتيو معايا، كناخذ الحبه ديال الدنجال كنقي لها الراس ديالها، كنحتفظوا بها هكذا باش كيعطيها واحد الجماليه، كنزولوا شي شويه من القشره، ومن بعد كنفلحوها كنديروا فيها علامات زائد، كنزلوا فيها شويه ديال الملحه باش كتخرج من الماء الطبيعي ديالها، وكذلك غادي تترخى غادي هذاك الدنجال كيولي لين بعد ما غادي يطلق داك الماء الطبيعي ديالو. غادي نغسلوه، غادي نشفوه نعصروه غير بشويه، ومن بعد غادي ندوزو في الزيت غادي نقليه عادي باش غادي ندوز باش نعمل له الحشوه اولا العباره اللي غتمشي فيه. دابا نوجدوا الكفته اللي غادي نعمروا بها الدنجال. كنديروا الكفته بحسب الكميه ديال الدنجال اللي عندنا. غادي ندير لها معدنوس، شويه بزيت، الملحه، غادي ندير زعتر يابس، زعتر يابس كاع الاعشاب العطريه المتوسطيه كلها كتواتى مع المذاق ديال الدنجال ولا ديال القرعه. شويه ديال سكينجبير، شويه ديال البزار، وشويه ديال الكمون. واحد النتفه خفيفه خفيفه ديال القرفه، الراس ديال هكا بحال هكا ديال القرفه مع الكفته كتجي لذيذه، وفلفله حمراء. وغادي نضيف شويه ديال البصله محكوكه، نحك ضريس ديال الثومه، غادي نخلط مزيان هاد الكفته نخليها حتى كتشرب وتقاد داك المقادير كلها اللي درت معاها. من بعد غادي نشكلها على شكل صبيعات، غادي نولي نعمر بهم ولا نحشي بهم الدنجال بعد ما كيتقلى.
خليت الدنجال حتى طاب تقلى، نزلته فوق من الورق النشاف، وغادي ندير دابا مطيشه دوائر فوق من البصله. غادي نزيد ورقه ديال الطرند وشويه ديال الزعتر اولا ديال الزعتر، دير ورقه ديال الطرند، شويه ديال الملح فوق من مطيشه، شويه ديال الزعتر نحكوه حتى هو، فلفله اللي قشرت وقطعت طريفات، غادي نزيد شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الابزار، رشه خفيفه ديال الابزار، معنوس اللي بقى لنا. غادي نقص العافيه تماما باش يلاه داك الخضر تطلق الماء الطبيعي ديالها، باش ما نحتاجو شي نديرو الماء فاش نكملو الطياب ديال الدنجال. كنخليو الدنجال كيبرد شويه، بعد ما كيبرد كنعمرو بصباعات ديال الكفته وكنستفو فوق من مطيشه مع الفلفله، كنغطيو عليه وكنخليو حتى كطيب الفلفله كطيب المطيشه ويطيب كذلك الكفته باش عمرنا الدنجال، وتلبى المرق الطبيعي اولا داك الماء الطبيعي اللي غادي يطلق الخضره يتلبى، صافي وكنقدمو الطبق. بعد ما تيطيب الطبق تيجي هكذا، هو ما فيهش الزيت لانه الا تبعتوا داك المراحل كامله اللي درنا قبل ما نقليو الدنجال اكيد كيجي ناشف وكتجي داك المريقه ديالو ملبيه وكتجي خاطره. ندير لكم شهيه طيبه، الى اللقاء.